خيام، بدي رحب فيك بسيزن 3 من واكي. انت حضرتك سوري الجنسيه ولكن الان عم تحكينا باسطنبول. بدك تحكينا عن دراستك للفن وكيف وصلت لحتى تنتج هاللوحات الجميله جدا اللي خلفك عم نشوفها واللي بمقاسات كبيره. بشكرك اول شيء لاستضافتي، وبشكر وورد ارت كوليكتر انكيبيتر لاستضافتي. طبعا هي فرصه جميله، أنا سعيد جداً بوجودي معكم. أنا خيام زيدان، مواليد 1983، قريت كلية الفنون التمثيلة عام 2005، وعملت دراسات عليا عام 2007، وبعدين صرت معيد في جامعة دمشق لمدة 3 سنوات. هلا تجربتي بلشت يعني من سنوات الجامعة. طبعاً أنا عندي موهبة قبل الرسم، يعني قبل الجامعة، ونمت هالموهبة. يعني الواحد بيكتسب الأدوات التقنية، يعني بيمتلك أدواته خلال الجامعة نفسها، يعني بيمتلك المعرفة والخبرة من الأساتذة اللي كانوا عنا. لبعدين طبعاً بعد سنوات، بعد ما الواحد يخلص الدراسة الأكاديمية يبلش هو بقى يبحث عن هويته الشخصية، عن صحيح، عن بصمته هو، يعني عن شو هو، شو الميزة اللي عنده، وشلون هالميزة بيقدر يوظفها بلوحة إنه تكون مختلفة عن الآخرين وتمثله هو، يعني مثل ما هو. طبعا هلا تجربة سوريا، انا عملت معرض بمعهد روسي بالشام وكانت تجربة كثير كويسة. بعد منا طبعا صارت يعني الوضع بسوريا يعني بلش نقول صار في هذا الحرب والدمار كثير بالبلد، يعني والمآسي اللي صارت. يعني طبعا هون انا يعني صار عندي صدمة نفسية مثل اي فنان، ولما بيكون عندك احجام يعني اشياء مهولة بهذا الحجم يعني بداخل سوريا، من الصعب انه تتلقاها بالفن، لانه يعني حول ما يحدث اكبر كثير من يعني يكون يعني الفن اللي زي ينتج منه بيكون يا مباشر يا اما بيكون تقديم له، فصعب جدا. يعني كان عندنا صدمه وقفت فتره. بعدين بال 2015 عملت مجموعه وبعثت عملين منهم، شارك باسطنبول كونتمبرري هون. وبعدين طبعا هون لما اجيت لهون كانت يعني فرصه عظيمه كثير لي، تجربتي كانت أكثر حرية، يعني أكثر من القيود اللي كانت موجودة النفسية والجسدية والذهنية اللي كانت موجودة من الواحد، يعني تخلصنا منها وبلش الواحد يعني بقى يبحث عن مسيرته الاحترافية بشكل إنه هو يعمل أثر بالفن، يعمل نعم. يعني ممكن نقول إنه هالفنون اللي أو اللوحات اللي أنت وصلت لها خلفك مثلاً هي آخر نتاجات لألك؟ إيه تماماً، هي أحدث الأعمال، هي المجموعة اسمها إنتروبي. هاي المجموعة يعني أنا عم حط فيها يعني كل خلاصة يعني الاختزال اللي وصلت له، الانتقال من مرحلة إنه واحد مثلاً يعطى له موضوع لمرحلة إنه أنت صانع للوحة، صانع للعمل، صانع للمضمون بأكمله. طبعاً هي تعتبر يعني أفضل أعمالي، بس طبعاً هدول الأعمال لسه يعني بدهم شغل، يعني نعم. قيد الإنجاز. يعني الخطوة المقبلة لخيام شو في الفن؟ هلا في عندنا ارت كامب بازمير الشهر الجاي بشهر ايار طبعا، وفي عندنا بغرناطه انا مشارك في فيستيفال بده يصير لاول سنه يعني للفن رح يشارك فيه، وفي عندنا بده يصير كونتمبرري ايجن ارت بازمير، مدينه ازمير لاول مره يعني على مستوى كبير مثل اسطنبول كونتمبرري. بده يصير على مستوى يعني بده يكون انا كمان متضافر فيه. وحاليا في معرض جماعي حاليا بمركز ثقافي اتاتورك كلكم مركزي، يعني بساحه تقسيم، يعني المركز الرئيسي هذا اكبر مركز بتركيا بساحه تقسيم، انا مشارك بعمل واحد معرض بمناسبه يوم العالمي. خيام، انا بدي اتمنى لك النجاح بمسيرتك المهنيه ان شاء الله، وان شاء الله تنتقل معنا بمراحل متقدمه من البرنامج، ونتمنى فعلا ان نشوفك ببيروت باوقات قريبه. اللي الشرف استاذ، وبشكركم على الاستضافه، وان شاء الله يعني تكون فرصه لنا نقدم شيء اللي يعني اللي بيستحقه لبنان وبيستحقه الجمهور العربي واللبناني بالخلاصه. شكرا.